بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. هاي فرصة سعيدة لنقول رأيي في موقع الأخبار ووكالة أنباء الأخبار. نشهد للشهادة التاريخ لأنها وكالة قبلت مصداقية، وكالة مصداقية صعبة في التعاطي في البلد. نشهد بهاي الشهادة بعض التاريخ 2010-2011 خلال الربيع العربي، خلال ساعة احنا في المعارضة نحاول نتخلصوا من حكم العسكر اللي جانب لصدورنا، وكنا قائمين بحركة شعبية كبيرة من دور وكالات الأنباء والصحافة تواكبنا. ذيك ساعة كنا مستقصين الأخبار، وإن كانت محسوبة لطرف منا ولا تقوم بالدور اللازم، كنا دائما نسأل عليها ودائما نجبروا الجواب ان هي بيئه استحياديه، بيئه ما تقعد في طرف، ان تتوخى الحضر، تتوخى مصادر. وكنا احنا احيانا من الاسباب اللي ادت عدم نجاح الحراك كنا معدين، وشكرناها لزملائنا في التواصل يعني في مقادم حاس منهم انه قريب من الاخبار، قلنا لهم الاخبار محسوب عليكم وتاثروا فيها، ما تواكب من مظاهرات من عدم العدل. كان الاخبار عندها معها مشكله، بيئه استحياد، بيئه الموضوعيه ما تحكموا لي. هاي بعض الشهادة للتاريخ نشهدها بها عقب مرور 13 سنة، وراجي لهم ذاك الحياد، ذاك الوسط اللي بين الأطراف السياسية تام أنها تواصل عليه، وأنهم اللي نتيجة المصداقية جبرت أنها تبي توخى الحضر بأي خبر اللي تكتبه، من أي خبر كتبته والله جبرت من سبق مهم يقبل صداع كبير وعود عند الناس قريب من الحقيقة، وبالتالي العار عليه كبير، لا تتوخى الحضر أكثر، لأن عاد تأثير كبير في التعاطي الإعلامي في التعاطي السياسي. وراجل النجاح، وراجل الناس تعمل تقبل ما تستخلص تجربة من الثبات والصمود والبقاء على نفس الخط. الناس تواكب العمل اللي أنا هون تشرف بيه وتشرف مني، قلت فيه رأيي.